منتابع اكيد فقرات ببيروت، وبدنا نتشكر لبوات افرانك اللي لبس المانوكانات اللي شفناهم مع بتول لانه نسيت بتول، بس للامانه نحن وصلنا التحيه والشكر. ومنتابع بفقراتنا ورح نختبر مغامره بالهواء الطلق، بتخبرنا عنها زميلتنا كارولين ساركيس. اهلا وسهلا فيك كارولين. ماي ليديز، بعدك صاغت تتنفسي؟ يعني انا اليوم كثير مبسوطه، كنت ناطره هيدي الفقره بس تخبر العالم قديش حلوه الاكسبيرينس. كل واحد منا بيقول انه انا على بالي طير، انا اليوم بس جيت اقول انه كلكم فيكم تطيروا وما بيصيركم شيء، وقد ما احكي مش مثل التجربه. هيدي المغامره اللي انت عشتيها وكيف تجرأتي كارولين؟ ما يعني عندك هالخوف؟ مش قلبك ضعيف؟ هلا قبل ما بلشنا جعت شوي وعطشت شوي وعذبت شوي الالام، بس كانت هيك، كان الحماس اقوى من كل شيء. هون التحدي يمكن اكثر، انك تقومي بشيء يمكن بتخافي منه بس تقدري تنجحي فيه. كانت روعه، يعني انا بنصح الكل يجربها. طيب حلو، شو رايك نشوف نحن وياك والمشاهدين هالقفزه يلي انت فيها؟ يلا نشوف سوا. تقريبا 7-8 سنين ما كنت العالم كثير تعرف عن الرياضه، اوكي سو تعذبت شوي تحت وصلت للعالم يلي هن بلشوا فيها بلبنان، وبلشت معهم من سنتين. اول مره بنجربها وكثير محمس. شوي في خوف، مطمنه لانه نزلت فيها قبلي، ف اي فيل جود انه ما صار له شيء. عظيم، بتعقد خليكي بخير. واو، برافو كارولين، عملتيها. حمستينا، خبرينا عن هالتجربه وعرفينا كمان على ضيوفك. اليوم معنا رجا سعاده مدير نادي كلوب ترميك للطيران الشراعي، ومعنا الان جابرييل اللي هو مدير إكزيتوناتور وكمان مدرب للطيران الشراعي. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. كلنا مدراء. مشاغب. اهلا مشاغب. كارولين خبرينا عن تجربتك، انه انت من الاشخاص اللي بتحب المغامره من الاساس ولا شو؟ انا بحب كل شيء جديد وكل شيء اكستريم سبورتس بحبهم، بس تقول كلمه حق يعني مش عم جرب اعمل دعايه ابدا، بس فعلا الشباب كانوا بيجننوا، بيعطوك جو من الراحه، بتتحمسي حيلا شيء ثاني ببطل يهمك، بتصيري انت بس بدك تجربي يلا اول دعسه وتنطي. شعور رائع كثير حلو. كمان عم بيكونوا موجودين معك لانه عندهم خبره كثير كبيره بهالمجال، مشان هيك عم يقدروا يريحوا كل شخص، يعني مش بس كارولين قامت بهالقفزه. رجع يمكن كثار من الاشخاص، بس نحكي عن باراجلايدنج بيعرفوا مين رجع سعاده، يمكن انت من اول الاشخاص يلي ادخلوا هالرياضه او هذا النوع من هالرياضه على لبنان، فخبرنا كيف بلشتوا، كيف تطورتوا اليوم، كيف الناس عم تقدر تشترك اكثر بباراجلايدنج، الناس عم بتحبها، شو بتعتبرها هيدي الرياضه؟ كرمال انه صرنا زمان بنطير، على طول نحن وبالجو الناس على طول بيسالونا قد ايه صار لكم بتطيروا، يعني بحسوا انه هي الشغله بتطمنهم. انا بلا ما انتبه بحس 5 سنين، يعني بقول لهم 5 سنين، هلا مين اكثر شيء كارولين؟ وقال لهم بيرجعوا بيصلحوا لنا، بقول لا 20 سنه ما بنحس حالنا هالقد من زمان بنطير. بس كمان بدي اقول لك انه بهيدي اللعبه انه اذا واحد صار له زمان بطير منها شغله انه يعني اكيد سيف، لانه الخبره اوقات بهول القصص بتلعب عكسيه، لما بصير شخص مفكر حاله انه ما بصير معه حوادث.
الحوادث بتصير اذا شخص من زمان بطير او عن جديد وكمان اذا واحد بيحترم السيفتي اذا كان قديم او جديد كمان زيت شيء يعني رجع في ريسك هون بهالمغامره او بهالنوع من الرياضه اذا بنقول انه ما في ريسك بكون مش مزبوط لانه انت ورايحه بسيارتك ممكن نعمل كثيره معقول تعمل اكسيدنت بس مزبوط انه اذا انه هي اكثر البارابونت سبكتاكولير يعني اذا صار حادث بالبارابونت كل الناس بيحكوا عنه ليه لانه شغله قليل وما في منها بس هو الريسك تبعها عاده الريسك تبع القصص اللي بسمون اكستريم بكون اقل لانه الناس بينتبهوا اكثر بكثير عليهم يعني نحن بنعمل دبل تشيك اب قبل ما يطيروا بننتبه اذا الهواء منه منيح هو اكثر شيء بيكون ريسكي اذا الهواء منه منيح نحن مقررين انه ولا مره اذا الهواء منه منيح نقرر انه نجرب او ندفش الليمت يعني يعني على كلام رجا انا رحت تطير اول مره وقفت كرمال الهواء ورجعنا طرنا مره ثانيه يعني في شيء مثل دراسه بتقوموا فيها انت بتقص في كمان لوكيشن معينه بس مخصصه لوكيشن اكيد في شروط معينه يعني قبل نحن على طول تيك اوف واللاندينج هن كثير مهمين لانه هن كمان لحتى واحد يحترم السيفتي بده يكونوا مؤهلين ليوقع حد يقدر يطير منهم ويغط فيهم بس الاكثر شيء مثل ما قلت لك هن ظروف الطقس يعني الميتيو يا بتكون منيحه للطيران يا بتكون منيحه طب اذا فجاه تقلب هالطقس هي هي ما بصير انه فجاه ينقلب من منيح لمش منيح فجاه بينقلب من منيح لاقل منيح رياح قويه ممكن فجاه من الاول ما بنطير اذا مبين انه بده معقول يتغير بسرعه من الاول ما بنطير صح الان خبرنا يعني عن هلا كارولين اول مره بتختبر هالتجربه مبسوطه فيها كثير بس انت كل يوم يمكن بمراحل معينه عم بتطير خبرنا هل بعدك عم بتحس نفس الشعور كل مره بتطير واليوم صرت مركز كيف بدك تخلي الشخص يلي معك يكون مبسوط ومستمتع هي كل طايره بتختلف عن الثانيه يعني هذا الشعور ما يعني ما بيروح بيضل عندك هالشغف انه تطير وتعمل هالفول هلا مع الوقت يمكن الخوف مع شو اسمه شوي بخف بس اذا ما انا موجوده كمان الباسيون للشغله الشغف لهيدي الشغله ما فيك تكملي وتكون شغلتك ناوي تقدري تكملي بهيك دومين عرفتي كيف وعلى مدى 20 سنه و 22 سنه اذا ما انك حببتيها سو لا اكيد بعدها موجوده وحتضلها طالما موجوده طالما نحن بهذا الدومين نهار اللي بدها تروح ساعتها ما حيكون عندك بقى ايه رحنا على فكره طويله بتعرفوا بعض يعني الا ورجا من 20 سنه هلا صراحه تعرفت عليه هون على البودكاست صاروا شي 23 سنه كارولين كان بدك تقولي شيء؟ ايه كان بدي اقول انه فينا نتعلم البارابونت يعني فيك تصيري انت دربي بدي الا يخبركم عن الموضوع على السكول ايه في المدرسه كمان يعني اذا واحد بده يتعلمها لحاله كمان هيدي موجوده دونك هو كورس على 1 ويك ليفل اي يلي حيعطي اذا بدك الفكره عن الطيران حيكون لوحده بالجو ونحن عم نحكي على الاجهزه باسبوع واحد بيقدر ثالث نهار بيكون اوريدي لحاله بالجو سولو وفي يتحكم بكل شيء ممكن يشوف زعيمه هي انا بحب المغامرات بس دائما بفكر بالريسك للشغله او للمغامره او للرياضه بس انه اسبوع واحد بيكون كافي يعني انتم قلتوا 20 سنه هذا الاسبوع مش هو حيخوله انه يقدر يطلع ساعة اللي بده يطير وكيف ما كان انه في اسيستنس يعني نحن معه في عندك استراكتر على اللاندنج استراكتر على التيك اوف عم نحكيه على الاجهزه كل الوقت مزبوط. عم نقول له شو يعمل وشوي شوي هيدا نحن بنخففه سو تيصير هو يقدر يدبر حاله ويغط لوحده حلو رجع هل السيدات مثل الرجال بيتحمسوا لهالنوع من القفزه ولا يمكن الرجال قلبهم اقوى؟ نحن لاحظنا انه في بنات بيجوا ليعملوا تندم مش انه ليتعلموا اللي بيجوا ليعملوا تندم البروبورسيون البنات اكثر من الصبيان هلا نحن اريحنا شوي لانه عاده بكونوا البنات كمان اخف وزن مشان هيك هذا بيساعدكم عم نشوف كم الهوت اير بالون رجا بده يخبرنا شوي عن الهوت اير بالون تفضل رجا الهوت اير بالون او المونغولفير او المنطاد صار لنا شي 10 سنين بنعمله وزدناه على البارابونت يعني بلشنا اول شيء بالبارابونت بعدين جبنا المنطاد هلا المنطاد عاده لحتى نقدر نطير فيه بلا ما يكون مربوط بالحبال بده مناطق واسعه لانه بعكس البارابونت المنطاد ما فيك توجهيه يعني مثل ما الهواء بيروح مجبورين نلاقي لاندنج بهالاتجاه مزبوط مشان هيك احسن شيء للطيران هو بمنطقه البقاع وهلا بس من سنه اللي اعطونا الاذن بوزاره الدفاع انه نطير بمنطقه البقاع رح يعني نبلش هلا قريبا يعني التجارب مشان هيك اكثر الاوقات شفناه مثل ما عم تشوفوا بالريبورتاج شفناه بنستعمله لاسباب او بفستيفال او كمان بالعراس مثل هون او بروبوزل كمان او بروبوزل كمان هلا على الموضه بكون مربوط بالحبال مش هيك بنخليه مش فينا نزيحه من منطقه لمنطقه بس بكون مربوط يعني مش مزبوط بلا ربط
في هنا كمان الاء بيعمل باراموتور، بدي كمان يخبركم عنا اكثر. كمان نفس الشيء يعني كمان للودينجز مثل هوت اير بالون، بس نطلع بالانجن يعني باراباوت مع الانجن، كمان مع فاير ووركس، ومثل ما شايفين هون في السمول باراشوتات هيك صغار نازلين. سو كمان من الباراموتور، كمان من مع سوفينير صغير فوق الفانيو بنقطع. يعني شو حلو انه دخلتوا هالمغامره وهالرياضه كمان على مناسبات اعراس. مضبوط، يعني في سموك، في بروبوزلز اوريدي عاملين بروبوزلز كمان بالباراموتور مع بيج هارت بالجو مع سموك. في كثير اوبشنز يعني وكومبايند مع رشا بيشتغلوا سوا. هون حتى اذا ما انا موجوده معنا لازم نذكر كارولين يلي هي اخته لنا وهي بتطلع لنا بكل هالافكار. نحن لو لوحدنا ما كنا بحياتنا بتكرر. نحييها اكيد لكارولين، يعطيكم كلكم سوا الف عافيه. المشاريع يلي عم تحضروها قبل ما نختم، في مشاريع جديده عم تشتغلوا عليها حابين تحكوا عنها اكثر ولا مركزين اكثر على الباراجلايدنج؟ يعني نحن بهود القصص البارابونت والمونغولفير والباراموتور بعضهم هن ذاتهم، بس مع الوقت هن منهم مشاريع، بس مع الوقت بنضل نجرب نشوف شو في قصص بتتاقلم اكثر مع لبنان. يعني ما بنفكر كثير ننقل برا قد ما بنفكر نلاقي قصص لقلنا هون نقدر نطورها. هون جونا. طب اذا انا بدي اطير مع مين رح اطير؟ مع كارولين لانه جربتها. طيب نوسه ايه انت خايفه عم تحكي عن الريسك؟ انا ايه ساعتها بتدرس كثير كثير مع على كارولين. فيكي انت تسوقي يعني انا الا هلا صحيح طبعا كنت خيفانه وموتره وعم بس برجع بساعدك. اكيد 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 حمستينا. يلا بنشوفك يا ليلى. هو اصلا بجو بنام بيتعب بنام. شكرا لحضوركم معنا، انبسطنا كثير بهالرياضه وبهالمغامره معكم. ان شاء الله كل كمان بحبوا المغامرات يكونوا تشجعوا يجربوا. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو كارولين. اهلا وسهلا. ضايق قليل مع الاعلان ونتابع بقيه فقرات ببيروت، خليكم برفقتنا.